مشاهدي قناة بيستارز، أسعد الله وقتكم أينما كنتم. الممثلة مرو بوشوشة، وبعد أن قررت إلغاء حفلة عيد ميلادها تضامنا مع ضحايا حرائق الغابات، فاجأها أصدقاؤها بهدايا وطرطاس عيد الميلاد. حبيت نشكر تاني مونامي علي كوافور، ميرسي بوكو على الجست الشباب اللي درتو. يا اخي على بالكم انا قلت لكم ما راحش ندير لانيفيرسير، علي جا وجاب لي اون تارت، قال لي هذه، قال لي مامي لما درتيش لانيفيرسير مي انا حبيت نجيب لك اون تارت، وجاب لي لي فلور اي تو سا. ومام مونامي سفيان دوك نوري لكم من الجي بعث لي بوكي دو فلور وبعث لي لاطا de la part de ta sœur Wafa qui t'aime beaucoup, je t'aime ma vie ma moitié, que Dieu te garde pour moi, I love you my little Yamri وت عليك حبي توحشتك. وهذه الهدية كانت من طرف إحدى صديقات مرو بوشوشة والتي تقطن في جزائر العاصمة. فوالا نوري لكم بون، هذا جاني من عند سفيان خويا، ميرسي بوكو سفيان، ربي يسترك سفيان، سي ان فري امي فيدال طفل هذاك والله. هادو من عند علي هما ولا تاخت، هاي لا تاخت، لا تاخت علي دقيقه، هاي لا تاخت علي. جويز انيفيرسير مروه، ميرسي بوكو علي. هادي من عند سفيان، جويز انيفيرسير مروه بوشوشه، ميرسي بوكو. هادي من عند حبي تا فوالا 3 تاخت، ميرسي بوكو. هذا وصل لي من عند تكون بعد نطاقي لكم لاباج تاعهم من عند فان فوالا، تكون بعد نوريها لكم بزاف شابه سنسله. وهذه تاني من عند وحده فان تاعي ديسكونت فوالا، هاي شوفوا شحال شابه، ميرسي بوكو. ومن بعد نوري لكم هذه، هذه بزاف عبال بدا تهبلوا عليها كاع. ومني لكم أحلى سلام لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناتكم بيستارز.